بستودنت موفي لليوم معي مارك كرم، بده يحكينا عن فيلمه حبيبي اللي اخذ عليه اعلى علامه بتخرجه. صباح الخير مزبوط. مارك، اخذت عليه 95 على 100، كانت اعلى علامه بالبروموسيون تبعك. شو قصه الفيلم؟ الفيلم هي عن ابن انتحر، وبنشوف حاله الام صارت مجنونه عايشه لحالها على الطريق، والبي عايش لحاله بالبيت. قد ايه كان عمر الابن لما انتحر؟ بالتوانيز العشرينات. نعم، قلت لي انه استوحيت الفيلم من شيء ما له علاقه، يعني شيء سين شفته وطلع معك هذا. كنت على الطريق واقف وبشوف شجال ختيار ومره ختيار عم يطلعوا بعض على مده 4 دقائق، يعني مستطلين بعض وبيناتهم شجره. سو حولت هالقصه لرجال ومرته وابنه الميت بالنص عم يطلعوا بعض. ليه هيك حسيت؟ ما بعرف، حسيت انه هيدي الشجره هي شيء بيناتهم وحلت، انه كان عم يطلعوا ببعض لسبب معين. لسبب معين، ولكن هن يمكن يكونوا عم يطلعوا مع بعض هيك لانه الختياريه وما لهم جلاده ينهزوا. ما هيك؟ مين صحيح مين ممثلينك؟ عندك كريستين شويري، جوزيف شمالي، وسليم مراد. كيف كريستين شويري اشتغلت معك؟ بعت لها انه انت بعدك طالب، يعني مزبوط. اكيد مع احترامي لمواهبك ولخيالك وكل شيء، لكن عاده صعبه شوي. مزبوط، انا بعت سكريبت لكريستين، حكيتني بنفس النهار، قالت لي شوي صعب بحكيك تاني نهار لتفكر فيه، وتاني نهار حكيتنا وقالت لي موافقه واتفقنا. هو يعني كريستين رائعه. برافو عليك. كريستين شو دورها؟ كريستين هي بتكون الام المجنونه اللي عايشه على الطريق بتجر شاريو، وهسا وحيتها من كاركتر عندنا بالمنطقه بجر شاريو وعايش على الطريق كل حياته. سو اخذت من هالكاركتر فوتته بالقصه. هي لكن مجنونه ولكن مش عايشه بمصح. نونو عايشه على الطريق. نعم. والبي مين؟ البي جوزيف شمالي، هو استاذ المشرف على الفيلم وممثل. والابن؟ ابن سليم مراد، هو اصلا كذا مره اجى لعند تكون عنده افلام، تعرفت عليه قبل بيومين من التصوير وحبيته ومش الحال. قد ايه اخذ وقت التصوير معك؟ 6 ايام. انت كتبت السكريبت كله؟ كتبت السكريبت. رح نشوف بارت من الفيلم وبنرجع بنعلق عليها سوا. رح تضل تعرفني؟ رح تضل تتذكرني؟ حبيبي انت،
مارك منشوف بالأول بجنريك ناس شخصين أو شخصيتين منهم موجودين بالفيلم صح بس إلهم معنى صح في عندنا البنت اللي عم تتشمس هي بتمثل البلاستيك هلا هلا العالم اللي مهمة عايشة بغير دنا بسطحية صح وفي عندي البارت الثاني اللي هو إنسان مقطوش إيده وإجره بانفجار بيمثل المجتمع اللي احنا هلا عايشينه نعم مارك يعني هؤلاء صورتين عن مجتمعين صح وين اجوا هالشخصيات الفيلم مع هول الصورتين؟ انا مشيت العائله على الزيح بين الاثنين سو كانه عم بحكي بين الجنون والرياليتي عم مشيهم على هيدا الزيح مين الجنون ومين الرياليتي؟ الام الجنون والبي بالشخصيتين الموجودين برا الشخص بالمجتمع هو رياليتي والمره اللي عم تتشمس فيه بالجنون شوي رايحه على الهستيريا يعني صح. اذا فينا نقول يس. نعم شفنا كمان صوره الشاريو يلي مركز عليها صح اساسا هيدا الشاريو له قصه لوصل على الفيلم كنا بمول معين ونحن طالعين كذا مره لقي هذا الشاريو كذا شاريو محطوط على الطريق قول انه باخده او ما باخده شيء وصلت على شارع كثير بعيد وعتمه فبلاقي كان رفيقي معي بقول له ثانك يو ساعدني كثير بالفيلم عطوان بيجي حمل الشاري وحطه بالسياره برحنا وخلصت مستعمل مارك في كمان شخص صديقك ساعدك بالفيلم بالموسيقى صح في محمود ياسين هو عامل ميوزك للموفي ومشروع ليلى اللي يعني عندك نوعين موسيقى اول شيء الموسيقى شوي كلاسيكيه مع البيانو اللي هو محمود وتاني استعرتها من مشروع ليلى شو بيصير على المظبوط بالفيلم في محل منشوف كمان البي عم يطلع بابنه بالمراية من ورا كأنه الابن موجود معه هو الابن منه موجود معهم بس البي والام حاملين الابن معهم وين ما يروحوا بهالدنيا هلا من بعد ما مات بيخيلون يس وفي راديو شو بنسمعه هلا بتاني بارت بالموفي بيفسر اكثر على العلاقه بين البي والابن وشو صار بالقصة اكثر نعم وشو العلاقه بين البي والام يعني شو صار مع بعضهم كمان لحتى وصلوا هالمرحله صح ما كثير بعلق عليهم اكثر ما انه بحس انه بيلوموا بعض على الموضوع نعم وكل واحد راح من ميله كل واحد راح خلينا نشوف ثاني بارت بدك تفسر لي اكثر انا صرت حشوره هلا يلا بس خلصت مدرسه بلشت جامعه بتفكر الدنيا حلوه وبتصير تفوت بدين ورا دين وهالصوره اللي رسموا لك اياها بتبلش تنجوي بتبلش تفهم وين عايش وبتصير تشوف القرف اللي كنت تسمع أهلك يحكوا عنه كل ليلة بتصير تتذكر بس كان بيك يطلع فيك ويقلك لا ما في يجيب لك هالهدية صرت افهم شو كان في بعيونه هيدا كله هين خلصت مدرسة وكملت طريقي ورجعت اتحمست ما هي كل مشكلتي انه برجع بتحمس بس ما كنت عارف انه هالحياة ناطرتني عالدعسة ناطرتني افشخ تترجع تفوتني بالحيط كتير قليل العالم اللي بيعرفوا عن حياتي هو انا اصلا ما خصني بحياتي وفجأة ما لقيت حالي غير مجوز عكل حال احنا تربينا تنعيش مثل ما بدكم بس أنا صار معي شي غير صار عندي ابن ربيته غير ما ربيتونا كان أحلى شي صار معي فكرت حالي عم بحمي منكم ورجعت اتحمست ومثل العادة رجعت فتت بالحيط بس هالمرة الحيط كان كبير كان أكبر مني بكتير صار له قطر من زمان وخسرت كل شي عندي بيسألوني إذا ندمان ندمان كتير ندمان كيف ما استسلمت ندمان كيف ضعت وضيعت ما هو من الأساس لا أنا نقيت شو بدي ولا أنا نقيت مين بدي وبيلوموك على اللي ما نقيته وبتتدمر لأن ما نقيته بتخسر البنت وبتخسر الشاب وما بيبقى بإيدك إلا هالورقة وبتصير تفهم عن جد لعبة الحمار حبيبي
هيدي الثانية اللي شفتها بس توجع كثير، مزعج الفيلم مارك. ليه هيك؟ لأنه بدي وصل الإحساس، وبالفويس أوفر حكيت بارتي من حياتي، يعني أنا ترجمت بارتي من حياتي على الفيلم اللي فوتت فيها. أنه كثير صعب واحد يوصل، بيتعذب بيشتغل بيتعب لا يقدر يوصل، لا يقدر يوصل مطرح ما بده. بس أنت بعدك صغير مارك. بس بعدني مبلش. بعد ما عملت شيء. مارك، المشاهد بالفعل مزعجة، يعني المشهد هو ونايم حد ابنه اللي متوفي، والمشهد يلي الابن بالنص، وهيدي الثانية اللي أنت استوحيتها جمالا من الشارع، وغامق الفيلم كتير غامق. يعني أي فكرة بدك توصل؟ هلا نحن ما حضرنا الفيلم كله هون، دونك الفكرة مش كتير كلها مبلورة قدامنا، لكن في فكرة بدك توصلها وهي إجمالا علاقة البي بالابن. صح. الأم مش كتير إلها دور غير إنه هي فقدت عقليتها. صح. وبتبين جسديا أكثر من البي، ولكن البي قصته أقوى من الأم، يعني جربت تعمل مثل توازن بين الاثنين. شو العلاقة بين البي والابن؟ العلاقة هي كل واحد بيفسرها بأنه بده، يعني بس يحضر الفيلم الشخص بيدرسها على، أنا حبيت بفيلم عمله أنه الشخص بس يحضره بيلاقي حاله بالفيلم، يعني مش عاطي الفكرة 100% واضحة. نعم، يعني في حدا فهم أنه مثلا حدا شخص ميت له بحبه كتير، فهم هذا الفيلم أنه عم بيعطي مثل مورنينج، يعني عم بيبكي عم فيش خلقه للشخص اللي اشتاق الشخص اللي مات. في عالم تفهمها انه في يعني علاقة بس حب بين خلق. نعم، في عالم تفهم علاقة حب بين البي والابن ما قدرت، يعني ما فاتت بالمجتمع عنا. سو كل واحد بيفهمها حسب ما لعبت على هالنقطه. هل في تحرش يعني؟ في يكون في اساس، في ما يكون في، كل واحد بيفهمها مثل ما هو بده. اللي حابب في هذا الموفي بيوروبيان فيلم فيستيفال. اها، لكن رح نوصل على الجوائز، وين حابب توصل بهالفيلم اللي اخذ اعلى علامه بالتخرج بالجامعه؟ انا هدفي الاساسي يحضروه، ما بيهمني اربح شيء، ما بيهمني بس انه قد ما في عالم تحضره. يعني داتس واي هلا راح على هولندا عرب كاميرا فيستيفال، ورايح هلا بسوفيل من 21 نوفمبر ل 1 ديسمبر يوروبيان فيلم فيستيفال، من 21 تشرين الثاني ل 1 كانون الاول. نعم، وبعد في كذا فيستيفال ناطر الأجوبة. نعم. يعني انت قدمت على الفيستيفالات؟ في منهم الجامعه قدمته، وفي منهم انا لحالي، يعني بهولندا انا قدمته وقبله. نعم، وقد ايه وقته للفيلم؟ هو كور متراج اكيد. 20 مينوت. ان شاء الله توصل للمحل يلي بدك اياه، بس ما بقى تعملنا افلام بتزعل هيك. واكيد رح تشتغل كثير لحتى توصل. بقول لك يعطيك الف عافيه. وان شاء الله دائما لقدام مارك كرم. مشاهدينا نحن بنرجع بعد هالوقفه.